السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذه الأثناء نيران بأكبر تجمع صفيحي بمدينة تمارة، ألا وهو النقطة ديال جامايكا. كنتمنى من الله شي ما يتطورش، لقدر الله واللي في شي امور اخرى، لان صراحه كنا في واحد النقطه من بعيد وكيبان لنا واحد الدخان كثيف خارج من هنايا، فقلنا نحاولوا نشوفوا شنو كاين ونتمنوا من الله ما تكونش شي حاجه خايبه، لان صراحه كنعرفوا باقي الناس في الدوار. هاد النقطه ديما كنشيروا ليها، كاينين الناس اللي باقين في الدوار. كان من بعيد كتبان لنا بحال في دوار بالناصر الشمالي، ولكن لقينا ان الامور قاطعه في الاتجاه ديال جامايكا. كما كتشوفوا صور صراحه تتخلع، تمنينا ان بحال الامور ما نشوفوهاش، لكن هذه صور حصريه. غنحاولوا نتواصلوا بالناس ديال الوقايه المدنيه باش على الاقل يطفيو هاد النيران هادي. دوب الله السلامة. كما كتشوفوا الاخوان صور حصرية من هنا، صراحة أنا النقطة ولات كتخلع بزاف. نتمنى من الله الخير والتيسير، هذا هو اللي كاين. نطلب الله السلامة للجميع، العافية الإخوان. كتبان لي بحال شاعلة في وسط الطريق، هذا هو اللي كاين. العافية كتبان لي شاعلة وسط الطريق، نسأل الله السلامة. بان لي مكاين فين نزيدو الإخوان القدام، بلي ما كاين فين نزيدو القدام. هذه الصور هانتوما شوفوا الاخوان، جامايكا اصبحت في خبر كامل، هذا هو اللي كاين. وانا نحاول نقربكم اكثر، لكن الصوره كتبان ليا ماشي حتى ليها الاخوان، هذا هو اللي كاين. نحاول ناخذ واحد الدوميتور على اليمين من هنا وغادي نشوف الامور. وياي اللي كنشوفو مجموعه من الشباب اللي كيتواجد في هذه النقطه هذه. نسال الله السلامه. كاين الخيوط ديال الضوء، كاين الناس اللي باقي ما ريبوش، كاين امور اللي صراحه شفنا هاد العافية اللي كانت شعلت شي جوج مرات ولا ثلاثة في جامايكا. اليوم مرة أخرى كتشعل العافية، واللي لا قدر الله تقدر تصفر على شي حويجات اللي ما كنتمناوهمش يوقعوا. كيبان لنا البنوات شعلة فيهم العافية هنايا، الله يدير شي تاول الخير والله يعديها على خير، الله يعديها على خير. ما عرفناش كل واحد كيفاش كيشوفها، كل واحد كيفاش كيفكر فيها. هذا هو اللي كاين الاخوان، انتوما نتمنى الله السلامه. انتوما زومي هنا، قلنا نحاولوا نقربوا شويه هنايا نشوفوا شنو واقع. انتوما كتشوفوا الامور كلها نيران هنايا، نشعل صراحه صعيبه بزاف. نسأل الله السلامة للجميع.